بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول محاضرة أعملها باللغة العربية بناء على طلب عدد كبير من الطلبة. اليوم هنتكلم على المومنت ديستريبيوشن في البيمز، كيف نعمله وازاي نعمله بطريقة سهلة، وكيف ان احنا نرسم البندنج مومنت دايجرامز والشير فورس دايجرامز بناء على النتائج اللي بتطلع لنا من المومنت ديستريبيوشن ميثود. إذا أعجبكم الفيديو باللغة العربية يا ريت تبعتوا لي كومنتس وآرائكم على هذا الموضوع، بحيث إن أنا إذا وجدت فيه تفاعل جيد فبحاول أعمل فيديوهات أخرى كذلك باللغة العربية عشان يستفيد أكبر عدد ممكن منكم. طبعا إيه هي الخطوات اللي إحنا بنتبعها في التحليل الإنشائي لأي منشأ باستخدام طريقة المومنت ديستريبيوشن؟ في عندنا ستيبس معروفة. أول ستيب فيهم إن أنا بحسب حاجة اسمها الستيفنس فاكتورز اللي هي اسمها كي، وبحسب كذلك حاجة اسمها الديستريبيوشن فاكتور. بناء على حساب الستيفنس فاكتورز بنقدر نحسب الديستريبيوشن فاكتورز، والديستريبيوشن فاكتورز ديت هي اللي بنقدر نوزع بيها المومنتس اللي بتبقى موجودة عند الجوينتس. ثاني خطوة بحسب الفيكسد اند مومنتس في كل سبان على البوث اندس، على البداية والنهاية بتاعت كل عنصر. وبالنسبه للنقطه الاولى والثانيه ممكن تبدا بالفيكسد اند مومنتس، ما فيش مشكله، ممكن تبدا بالستيفنس فاكتور والديستريبيوشن فاكتورز، ما فيش اي مشكله زي ما انت متعود او زي ما انت حابب، لانه ما فيش فرق ان انت تبدا بالخطوه الاولى والخطوه الثانيه. بعد ما تنتهي من موضوع الديستريبيوشن فاكتورز والفيكسد اند مومنتس بنبتدي نعمل تيبل، او احيانا في بعض الطلبه بيحبوا يرسموها على الدروينج نفسه، مفيش اي مشكله. انا هنا بمشي بطريقه ان انا اعمل تيبل. التيبل ده بيمكننا ان احنا نقدر نعمل ديستريبيوشن، ونقدر نعمل حاجه اسمها كاري اوفر، وعن طريق ان احنا نكرر موضوع الديستريبيوشن والكاري اوفر نقدر نوصل للدقه اللي احنا عايزينها، وبعدها نقدر نعمل تجميع للمومنت كله في كل عند كل نقطه، ونقدر نجيب الفاينل مومنتس او البيندنج مومنتس النهائيه، العزوم النهائيه. في المرحلة الأخيرة اللي أحيانا بتكون مطلوبة أو غير مطلوبة، ممكن يكون مطلوب منك تحسب الرياكشنز، ترسم الشير فورس دايجرام، ترسم البندنج مومنت دايجرام، فديت حسب كل مسألة. أحيانا ممكن توقف لغاية حساب البندنج مومنت، وأحيانا يكون مطلوب منك إنك ترسم دول. هنتعلم مع بعض برضو إزاي نقدر نرسم البندنج مومنت بسهولة، إزاي نقدر نحسب الرياكشنز، حتى ممكن نرسم البندنج مومنت من غير ما نرسم الشير فورس دايجرام. عشان نعمل كده هنشوف مع بعض مثالين اتنين. المثال الاول هيتكلم عن ثلاثة سبانز بيم او كاميرا بثلاثة سبانز اي بي وبي سي والسي دي، الاطول زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا في يونيفورم لود 20 كيلو نيوتن للمتر، و 250 كونسنتريتد لود في منتصف اللي هو السبان سي دي. طيب ايه الخطوات اللي هنعملها؟ زي الخطوات ما قلنا، نبتدي نحسب بالستيفنس فاكتور. الستيفنس فاكتور زي ما انتم عارفين في حالة اللي هو بيكون ممبر فيكسد بتكون اللي هي الجنرال كيس اللي اسمها 4 اي اي اوفر ال. لو عايزين تعرفوا اكتر عن كده ممكن تشوفوا الفيديو الاول اللي شرحت فيه المقدمه والانترودكشن عن المومنت ديستريبيوشن، وكان بالانجليزي ولكن اعتقد بتقدروا تفهموا ان شاء الله بسهوله. فهي 4 اي اي اوفر ال. الاي اي لانها بتكون ثابته في كل السبانز بتاعتنا ديت، فبالتالي نقدر ان احنا نشيلها، فبالتالي هتكون 4 over 12 يعني 1 over 3. الاسبان اللي بعده برضو كان يعتبر continuous، فبالتالي بنفترضها كأنها fixed، وبالتالي برضو هتكون general case 4 EI over L 4 على 12، نفس الحاجة عبارة عن تلت. وآخر واحد اللي هو CD برضو fixed في الاند، وفي الميدل هنا برضو continuous، وبالتالي نقدر نعتبره كأنه fixed، هيكون برضو 4 EI over L، بس ال L هنا مختلفة عبارة عن 8 متر، ف4 على 8 تدينا نصف. اوكي طيب نجيب الديستريبيوشن فاكتورز ازاي؟ الديستريبيوشن فاكتورز بتكون عند كل جوينت في اليمين والشمال. طبعا الفيكسد سبورت الاولاني هنا عندنا اتجاه واحد بس، دايما في الفيكسد سبورت زي ما شفنا مع بعض في الفيديو السابق بتكون الديستريبيوشن فاكتور بيكون بيساوي صفر، لان احنا بنقسم على ما لا نهايه. الاستيفنس بتاع الجوينت هي عباره عن ما لا نهايه، فلما تقسم عليها يطلع لك دايما الاستيفنس فاكتور الديستريبيوشن فاكتور بتاع الاي بي بقيمته بصفر. نروح للنقطة الثانية اللي هي نقطة B، هيكون عندي BA وكذلك BC. طيب distribution factor BA بيساوي الستيفنس
بتاع الممبر ده ديفايدد على الستيفنس بتاع الجوينت اللي هو مجموع التو ممبرز، فبالتالي هتكون عباره عن تلت مقسومه على تلت بلس تلت، وبالتالي يطلع لنا قيمه الديستريبيوشن فاكتور بنص. طبعا عند اي جوينت الديستريبيوشن فاكتور مجموعهم بيكون قيمته واحد، فاذا كان عندك هنا منتصف نصف هنا 0.5 هيكون عندك نصف على الجهه الاخرى، وبالتالي الديستريبيوشن فاكتور البي سي هيكون برضو عباره عن نص. نيجي عند نقطه سي هتلاقي برضو ديستريبيوشن فاكتور سي بي والسي دي زي ما عملنا عند بي، هنعمل عند سي هيكون تلت على تلت بلس نص، وده يدينا 0.4 او 4 من 10، وفي الجهه الثانيه هيكون تكمله الواحد وبالتالي هيكون 0.6. اخر سبورت زي اول سبورت عباره عن فيكسد سبورت وبالتالي قيمته في صفر. نقدر نشوف الديستريبيوشن فاكتورز لو رسمناهم بهذا الشكل، ادي 0.5 و 0.5 و 0.4 و 0.6 وكان صفر كمان في الاخر. طيب خلصنا المرحله الاولى اللي هي بنحسب فيها الستيفنس فاكتورز والديستريبيوشن فاكتور، نقدر ننتقل لحساب الفيكسد اند مومنتس. الفيكسد اند مومنتس بتعتمد على السبان بتاعي، هل هو فيكسد فيكسد ولا فيكسد بن، تعتمد على اللودز اللي موجوده. اي كونتينيوتي هنا بتعتبرها فيكسد لما نيجي نشتغل على الفيكسد اند مومنت تيبل، وبالتالي هيكون السبان الاولاني عباره عن فيكسد فيكسد اللي هو اي بي، وبعد كده السبان الثاني برضه هيكون كونتينيوس كونتينيوس وبالتالي نعتبره فيكسد فيكسد، واخر سبان برضه نفس الكلام، كل المثال ده عباره عن فيكسد فيكسد. في المثال الاخر القادم ان شاء الله بنشوف مع بعض لما يكون عندنا اند سبورت عباره عن بين رولر سبورت وازاي بنتعامل معاها والاختلافات اللي هتكون موجوده فيها. انتظروا لغايه المثال القادم في اخر الفيديو بنتعلم مع بعض الكلام ده. طيب الفيكسد اند مومنتس في حاله السبان الاولاني مفيش لود وبالتالي مفيش مومنت، كذلك هيكون الفيكسد اند مومنت عباره عن صفر. في الكيس الثانية عبارة عن يونيفورم لود، وديت الفيموس كيس المشهورة، الحالة المشهورة اللي هي دبليو سكوير اوفر 12 من اليمين والشمال. طيب دبليو سكوير اوفر 12 هيطلع لنا 240 كيلو نيوتن متر. طيب في الشمال هنا هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ونفس الكلام بالنسبة لليمين، لو كان ده بيدور عكس اتجاه عقارب الساعة بيكون نيجاتيف، لو كان في اتجاه عقارب الساعة هيكون بوزيتيف، وده حسب اللي هي طريقة المومنت ديستريبيوشن اللي احنا اتفقنا عليها والموجودة في الفيديو الأول. لما يكون في اتجاه عقارب الساعه يكون بوزيتيف ولما الثانيه يكون نيجاتيف، فالقيمه هي هتكون ثابته ولكن في اليسار هنا هتكون ماينس 240 وفي اليمين هتكون بلس 240. نيجي على السبان الاخير عندنا كونسنتريتد لود، وبالتالي المومنت من الفيكسد اند مومنت تيبل بيكون بي ال اوفر 8 بي ال على 8، برضه هيكون نيجاتيف في الاتجاه اليسار لانه هو في عكس اتجاه عقارب الساعه، وفي اليمين الثانيه هيكون في اتجاه عقارب الساعه نفس القيمه ولكن بقيمه موجبه. طيب يبقى نيجي المرحلة اللي بعدها اللي احنا نعمل التيبل. انا حطيت الكلام ده هنا مرة تانية عشان تقدر تشوفه بسهولة. فالتيبل دايما بيبدأ بجوينت، نحط الجوينتس بتاعتنا الـ A B C والD، وبعد كده بالنسبة للممبر هيكون عندي ممبر AB، وبعد كده بالنسبة للجوينت B في تو ممبرز اللي هو BA والبي سي، ادي البي A والبي سي. نيجي للجوينت الثالثة اللي هي C هيبقى CB وCD، وفي الآخر هيكون عبارة عن DC. الديستريبيوشن فاكتورز اللي احنا حسبناهم في الخطوه الاولى بنيجي نحطهم، ادي هنا 0.5 0.5 و4 من 10 6 من 10 0 and so on. اوكي بعد كده نحط الفيكسد اند مومنت، ادي 0 و0، وبعد كده هيكون عندي ناقص 240 زائد 240 ماينس 250 وبلس 250. طيب المرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله الديستريبيوشن بنعملها ازاي؟ بنيجي عند جوينت جوينت، الجوينت الاولانيه هنا اللي هي جوينت بي، بشوف مجموع الفوق المومنتس اللي هو جاي لي من الفيكسد اند مومنتس المحصله بتاعتهم هنلاقيها كام؟ صفر وماينس 240، بتلاقي يطلع لنا ماينس 240. طيب وبالتالي الديستريبيوشن بيكون عكس القيمه بتاعت المومنت اللي هنا ده، اذا كان هنا بالسالب المجموع بالسالب الديستريبيوشن هيكون بالموجب، وبالتالي هنا هيكون اقول هي ماينس 240 بعكسها هيكون 240، اضربه مره في البوينت 5 يديني 120، وبرضه اضربه مره ثانيه في البوينت 5 يديني 120. المهم بالنسبه لك هنا عشان تاكد ان مجموع المومنتس في المربع ده لازم يكون صفر، اذا كان هنا عندي ماينس 240 يبقى لازم يكون هنا موجب 240. طيب لو اتنقلنا للنقطه اللي بعدها اللي هي نقطه رقم سي، هلاقي هنا في تو مومنتس فيكسد اند مومنت بلس 240 وماينس 250، يبقى المجموع بتاعهم عباره عن كام؟ ماينس 10. يبقى لازم اجيب عكسهم، يبقى هيكون بلس 10 واضربه في بوينت 4 يديني 4، اضربه في بوينت 6 يديني 6. خلصت مرحله الديستريبيوشن ننتقل لمرحله الايه؟ الكاري اوفر. الكاري اوفر دايما بيكون بينتقل من نقطه لنقطه ثانيه، من طرف بتاع ممبر عند بي للطرف اللي هو عند ايه، فدايما بيكون عند الخطوط اللي هي عاملها انا بولد، عاملها سميكه او ممكن تعمل خطين اثنين عشان ما يحصلش لخبطه، فدايما هتلاقي الديستريبيوشن الكاري اوفر بتاعك عند الخطوط اللي هي الايه الاسمك بهذا الشكل.
اوكي الكاري اوفر دايما بيكون 50% او نص قيمه المومنت اللي هو جالي من الديستريبيوشن. كان عندي هنا 120 هيديني 60 بنفس الاشاره، هنا 4 يديني 2، ال 120 تعطي 60، وهنا ال 6 تدينا 3 في الجهه الايه الاخرى. طيب خلصنا مرحله الكاري اوفر، نرجع نعيد تاني نفس اللي عملناه بالنسبه للديستريبيوشن. طالما عندنا كاري اوفر ممكن اعمل له ديستريبيوشن اقدر اكمل، فبرضه نفس الكلام الاثنين بلس يبقى لازم يكون الديستريبيوشن بالعكس هيكون ماينس ماينس. طيب هيكون عباره عن كام؟ ماينس 2 في نص يدينا ماينس 1 وبعد كده ماينس 1. طيب هنا 60 نفس الكلام هيكون ماينس ماينس لانه هو بوزيتيف فيتري دي عكس، يبقى 60 تايمز 0.4 يديني هنا ماينس 24 واليمه الثانيه هتكون ماينس 36. لو جيت تجمع كده لازم برضو يكونوا صفر، 2 وماينس 1 وماينس 1 يدينا صفر. نفس الكلام 60 ماينس 24 ماينس 36 يدينا برضو كذلك صفر. عملنا كده وعندنا ديستريبيوشن برضو لسه قيم كبيره نقدر نعمل لها نفس الكلام زي ما عملنا، نعمل الكاري اوفر ديستريبيوشن كاري اوفر اند سو اون ونكمل لغايه ما نوصل للمرحله بتاعت مثلا الخطوه الرابعه ديت. عملنا الديستريبيوشن والقيم بتاعتنا بقت صغيره كتير، 5 من 100 5 من 100 1.2 1.8 عند المرحله ديت. ممكن واحد يقول انا هكمل شويه كمان على اساس ان انا اقلل القيمه بتاعت الديستريبيوشن ديت، وممكن اقول ان احنا نقف هنا لانها هي بتعتمد على المومنت اللي جاي لي من فوق، المومنت كان قيمته كبيره قوي في الاول، فديت لو جيت تشوف القيمه بتاعت 1.8 على ال 250 هتلاقيها اقل بكتير من 1% حتى، وبالتالي بقت الاكيورسي معقوله، فبالتالي اربع خطوات جيد جدا وتقدر توصل لنتيجه معقوله. ايه اللي بعد كده؟ ان انا اجمع المومنتس، تجمع المومنتس ابتداء من الفيكسد اند مومنتس، ما حدش يغلط ويجمع معاها ديستريبيوشن فاكتور، الديستريبيوشن فاكتور مش مومنت اصلا. وبالتالي ابدا اجمع المومنتس بتاعي، يطلع لي القيم كل بوزيتيف والنيجاتيف زي ما تكون ويطلع لي القيم بتاعتي. ايه اللي هيبان لي هنا والمهم جدا انت تاخد بالك منه، ان عند نقطه مثلا زي نقطه داخليه زي بي هيكون عندي هنا بوزيتيف، لما الثاني يكون عكسه نيجاتيف، المجموع بتاعهم برضو يكون صفر، يمين وشمال يكونوا عكس بعض في الاشاره ولكن زي بعض في نفس القيمه. نفس الكلام هنا عند نقطه سي، اليمين والشمال برضو في النهايه لازم يكونوا مجموعهم بيطلع صفر، واحد بوزيتيف والثاني يكون نيجاتيف. امتى ممكن ما يطلع لكش حاجه زي كده؟ في حاله لما يكون عندك في جوينت مومنت، في على المومنت على الجوينت نفسها في اكسترنال مومنت، وديت ممكن نتعلمها مع بعض ان شاء الله في فيديو قادم، ازاي اقدر اعمل لما يكون عندي جوينت مومنت على انترميديت جوينت وبالتالي بيكون في اختلاف، والاختلاف ده بيكون هو بنفس قيمه المومنت الاصلي اللي بيكون موجود. طيب دي نهايه المساله الاولى، ما طلبش مننا ان احنا نرسم المومنت ولا الشير ولا نحسب الرياكشن، فبنتوقف عند هذه النقطه. نروح لمساله ثانيه نتعلم فيها ازاي نرسم الشير والمومنت وكده. فاول المساله ديت عذرا ديت ظهرت بدري شويه، المساله ديت ايه الجديد اللي فيها؟ في عندنا هنا سبورت عباره عن رولر سبورت، دي اول مره هنشوف اند سبورت عباره عن بين اور رولر وهيأثر ازاي. كذلك عندنا اختلاف في الانيرشيا بتاعت الاسبان الاولاني عن الاسبان الثاني. طيب في الحالات ديت بنعمل ايه؟ هنبتدي برضو كالعاده بال الستيفنس فاكتور والديستريبيوشن فاكتور. قبل ما نبدا نعمل كده لازم اسهل ان انا اجيب علاقه ما بين الانيرشيا بتاعت الاسبان الاولاني والانيرشيا بتاعت الاسبان الثاني. افضل طريقه واسهل طريقه ان انا اعتبر الاولاني هو عباره عن اي اوكي، والثاني هيكون اشوف قد ايه منه. فهنا مثلا 120 ودي 240 يعني الدبل الضعف، وبالتالي اقدر افرض الاولاني اسمه اي اي لان الاي ثابته، والثاني هنا هيكون 2 اي اي. ليه؟ لان قسمت ده على ده هيطلع لي 2 اي اي. اوكي يبقى اي اي و2 اي اي. بعد كده اقدر اشتغل على طول في الستيفنس فاكتور كالعاده. اول اسبان هنا عباره عن الجنرال كيس ال4 اي اي اوفر ال، يبقى 4 على 3 اشيل الاي اي خلاص طلع لي 1.33. الكيس الثانيه ايوه الكيس الثانيه دي دلوقتي فيكسد بن، فديت سبيشال كيس اللي هي 3 اي اي اوفر ال. طيب بس الاي اي هنا كانت اسمها 2 اي اي، يبقى لازم احط اعوض بدلها ب 2 اي اي، وبالتالي 3 مضروبه في 2 يدينا 6 على 4 يدينا 1.5. ديت الاستيفنس فاكتور. نعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت، نجيب الديستريبيوشن فاكتور. عند الفيكسد الاولاني هيكون بصفر طبعا، ديت كيس مشهوره، وبالتالي عند البي اقدر اجيب الاستيفنس فاكتور الديستريبيوشن فاكتور شمال ويمين، الشمال 1.33 مقسوم على مجموع الاثنين، ونفس الكلام هيطلع لي في اليم اليمين بس هيكون 1.5 مقسوم على الاثنين، والمجموع بتاعهم لازم يكون قيمته بتساوي 1 في النهايه، اذا كان هنا 0.47 يبقى الثاني 0.53. طيب اخر سبورت هنا عن ديت السبيشال كيس اللي خدناها في الفيديو السابق، اللي هو ما يكون عندي بين اورولر سبورت يبقى الديستريبيوشن فاكتور بتاعي قيمته بتساوي 1. طيب خلصنا الكلام ده، نقدر نحطهم بالشكل ده واضحين بالنسبه للجميع، وننتقل لمرحله الفيكسد اند مومنت. اول سبان كان ما لهوش اي لود وبالتالي الفيكسد اند مومنت بتاعته هتكون زيرو، ثاني سبان عباره عن فيكسد وبين سبورت. اول سبان زيروز،
طيب تاني سبان هنا عندنا اللي هي الكيس، بيكون عندك اند سبان بين الرولر، بيكون عندي مومنت بس في اتجاه واحد من الفيكسد اند مومنت تيبل، القيمه هتكون دبليو ال سكوير اوفر 8، وحطيناها ماينس ليه؟ لانها عكس اتجاه عقارب الساعه وبالتالي هتكون ماينس. طيب خلصنا الفيكسد اند مومنت، نبتدي نتنقل للتيبل بتاعنا. ادي القيم الموجوده عندنا، والتيبل زي ما عملنا الجوينت الممبر، نحط الديستريبيوشن فاكتورز اللي احنا حسبناهم مع بعض، وهنحط الفيكسد اند مومنت اللي هو ما فيش غير قيمه واحده اللي هي ماينس 12000. اوكي طيب نعمل ديستريبيوشن، هيكون النقطه ديت ادي هنا ماينس، يجي لي هنا بلس وبلس. اوكي احسبه ازاي؟ يبقى بلس 12000 47 من 100، ومره اضربه ثانيه في 0.53، المجموع هيكون صفر. طبعا هنا اي حاجه حتى لو كان عندي مومنت عند الفيكسد سبورت كمان ديستريبيوشن فاكتور، لانه الديستريبيوشن فاكتور بزيرو هيطلع لي قيمه بزيرو. بالنسبه للبين اورولر سبورت اصلا مش مهم تحطه في التيبل من الاساس، لانه هو ما بياخدش اي كاري اوفر، بل احيانا لما بتحطه في التيبل بيحصل لخبطه شويه لبعض الطلبه، فمن الافضل ان انا اشيله. امتى لازم يكون موجود؟ لما يكون عندي كانتليفر. اوكي عندي جوينت مومنت في الحاله دي ما اقدرش اعمله، لازم يكون موجود عندي لانه بيأثر شويه، وهنتعلم مع بعض الكلام ده في فيديو قادم. لما يكون عندي كانتليفر ازاي اقدر احل المساله بسهوله وفي 10% من الوقت، مقارنه لو انا حليتها بطريقه اللي هي الاصعب ان انا اخد الكانتليفر في الاعتبار. هنشوف مع بعض الكلام ده في فيديو قادم ان شاء الله. ولكن اذا عجبكم الفيديوز بالعربي يا ريت تعرفوني على اساس ان انا اكمل واعمل كذلك فيديوهات بالعربي. طيب عملنا الكلام ده، لازم نطرح مرحله الكاري اوفر. الكاري اوفر الفيكسد سبورت اللي هو عند ايه هياخد كاري اوفر 50% من القيمه ديت، والبين سبورت ما بياخدش اي كاري اوفر. بعد كده عملت الكاري اوفر، لو جيت اعمل مفيش اي كاري اوفر جه للاسبان للجوينت بي، وبالتالي مفيش ديستريبيوشن، خلاص يبقى انا اي كان ستوب هير، ما اقدر اقف هنا لان ما بقاش في اي حاجه. اقدر اجمع المومنت، اجمع المومنت يطلع لي بهذا الشكل. طيب ازاي اقدر ارسم المومنت ده دلوقتي؟ وده اللي هنتعلمه في المثال ده مقارنه بالمثال السابق. ازاي اقدر ارسم البندنج مومنت ده على الشكل بتاعي؟ اوكي اول حاجه ان انا هرسم السبانز بتاعي، سبان الاولاني السبان الثاني، وبالتالي بعد كده ارسم المومنتس. طيب المومنتس بتاعتي انا مش عارف اتجاهها لسه، هبتدي احط بس كده ونشوف مع بعض الاتجاه. طبعا هنا في الاخر هنا قيمه المومنت بصفر لانه عباره عن بين او رولر سبورت، القيمه بتاعت المومنت تساوي صفر. طيب المومنت اذا كان بوزيتيف زي اي بي هنا، يبقى يكون في اتجاه عقارب الساعه الدوران، وبالتالي اتجاه عقارب الساعه هو بوزيتيف. اللي بعده كان بوزيتيف برضه وماشي اتجاه عقارب الساعه، يبقى بالتالي هذا الشكل. اللي بعده هنا اللي هو بي سي، ديت نقطه بي وديت نقطه سي، كان نيجاتيف يعني عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه كده. لازم تكون واخد بالك هنا ان يكون المومنت عند نقطه بي الاثنين مع بعض كده، يعني اتجاه الراس السهم يكونوا الاثنين في نفس الاتجاه، ديل السهم يكونوا الاثنين في نفس الايه؟ في نفس الاتجاه. تعال نحط القيم بتاعتنا هنا، كان القيم بتاعتنا 2823.6 في النقطة الثانية الاثنين زي بعض 5647.2، خلاص بوزيتيف ونيجاتيف مش مهم لاني حطيت القيمة بتاعته. اوكي؟ طيب دلوقتي ازاي نحسب الرياكشنز بتاعتنا؟ ممكن اقف عند نقطة واحسب الرياكشن عند النقطة الثانية. في حالة المومنت سهل جدا. المومنت ده اشوف هو مجموعه جاي لي كده بيعمل اتجاه دوران في اتجاه عقارب الساعة، يبقى الرياكشنز لازم تكون عكسه، هيكون واحد قبل، واحد فوق وواحد تحت، قيمته بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع المومنت على السبان. مجموع المومنت على السبان. لو جيت تجمع المومنت ده وتقسمه على السبان، ده زائد ده واقسمه على السبان اللي هو 3 متر، هيطلع لي ديت تقريبا 2823 وهنا 2823، طالع فوق ونازل تحت. هي الثلاثة هنا كده. طيب بالنسبة للتاني، كان عندي هنا عندي لود في المرة دي وعندي مومنت. ما تنسوش ان انت تحط اللود هنا، اللود ده كانت الريزلتنت بتاعته كام؟ ده كان 6000، لو ضربت 6000 في 4 متر، 6 في 4 يطلع لنا 24000 نيوتن. اوكي القيمه بتاعتنا صغيره، طبعا ما تفرقش الحاله بتاعتك كانت من نيوتن او بالكيلو جرام او ايا كانت، ما تفرقش اليونتس مش هتفرق كتير. طيب عشان اجيب المومنت هنا ممكن اقف في هذه النقطه واجيب الرياكشن اللي موجود عندي هنا عادي، طريقه عاديه خالص. يبقى هيساوي كام؟ اقول هنا 24000 في المسافه بتاعتنا اللي هي 2 متر، زائد نفس المومنت ده 5647.2 في نفس الاتجاه، ماينس الرياكشن في المسافه بتاعتي، اقدر اجيب الرياكشن. اوكي ويطلع لي الرياكشن ده عباره عن 13412 نيوتن. اوكي طيب اجمع مجموع الفورسز في الاتجاه الواي دايركشن، اقدر اجيب الرياكشن في الامه الثانيه، وده هيساوي 10588. مجموع ده زائد ده بيديني الايه اللي هي
ال 24000. طيب واحد عايز يجيب السبورت الرياكشن عند السبورت بي اللي هو مجموع، اقدر اجمع الاثنين دول واقدر احصل على الرياكشن عند السبورت بي، والرياكشن عند السبورت الاولاني والاخير هو نفس القيمه لانه هو جاي من يمه واحده بس. طيب ديت الرياكشنز. بعد كده اقدر ارسم الشير، طبعا سهل جدا ارسم الشير، بنمشي الشير زي الاتجاه اللودز بتاعتنا، هنزل هذا القيمه هنا اوكي، مفيش لود وبالتالي امشي هوريزونتال، وبعدين يجي لي اللود ده يطلعني فوق لكام؟ بصفر مره ثانيه. اوكي يبقى هنا القيمه 2823 وده هيكون نيجاتيف. اوكي طيب بالنسبه لهنا دي هتطلعني فوق 13412. اوكي وبعدين تحت هنا جاي لي في لود كده اللي هو 10588. اعمله ازاي اصلا ده؟ سهل جدا، انت طلعت 13000 وبعدين تمشي دوت لاينز لان ده يونيفورم لود، وبعدين تنزل ال 24 هتوصلك في النهايه للقيمه بتاعتك اللي هي 10588، وما بينهم الاثنين هتعمل ستريت لاين لان ده عباره عن يونيفورم لود وهيكون ستريت لاين وهيطلع هنا في منطقه ما. مش هيطلع في النص بالظبط لان القيمه هنا بتاعت المومنت ده مش الشير مش نفس قيمه الايه؟ الشير اللي هو موجود في النقطه الثانيه، وبالتالي هيطلع مش في المنتصف بالظبط. طيب ده الشير هيكون بوزيتيف ونيجاتيف. تعال نرسم البندنج مومنت. البندنج مومنت يعني في ناس بترسم البندنج مومنت يا التنشن سايد، وفي ناس بترسمه يا الكومبريشن سايد. في انا عملت الفيديو ده بالانجلش رسمته يا الكومبريشن سايد، بس المره دي هرسمه لكم يا التنشن سايد زي ما كتير من الناس اللي هم متعودين يرسموه في التنشن سايد. طيب التنشن سايد يعني ايه؟ شوف دي للسهم فين وارسم المومنت بتاعك. انا عندي المومنت هنا قيمته صفر اوكي، وقيمه المومنت هنا فين؟ دي للسهم يم التحت، لان هنا هنرسم دايما ان البوزيتيف هيكون يم التحت والنيجاتيف هيكون يم فوق اوكي، ده بنرسمه يم التنشن سايد. دي للسهم يم التحت اهوت، والقيمه بتاعتي 2823.6. في النقطه الثانيه دي للسهم يم فوق اهوت، ودي للسهم هنا يم فوق مع بعض في نفس الاتجاه هنا هيكون 5647.2. طيب ان بتوين اعمل ستريت لاين لان هنا مفيش لود وبالتالي هوصل ما بينهم على طول. طيب في النقطه ديت لان في يونيفورم لود فانا عارف ان المومنت هيكون بارابولا، هيكون سكند ديجري كيرف، كانك انت هنا حملت لود على الجزء ده بيزقه لتحت. افترض ان عندك استك هنا الاستك واثرت بلود، وبالتالي يجي لك المومنت بهذا الشكل اوكي، يطلع لي المومنت كده. هنا فوق هيكون نيجاتيف مومنت وتحت هيكون بوزيتيف مومنت اوكي. عشان اقدر اجيب الماكسيمم ديت اقدر اجيبها من الاريا بتاعه الشير، او ان انا اخد سيكشن اطلع فين المسافه اللي هي الاكس واقدر اجيب منها القيمه بتاعه المومنت ديت. هيطلع لنا المومنت ده لما نيجي نحسبه مع بعض 934 بوينت او 9343 اوكي اوكي كبندنج مومنت، كبوزيتيف بندنج مومنت، وبالتالي يبقى ده شكل النهائي للبندنج مومنت دايجرام اوكي. ديت هتكون نهايه الفيديو بتاعنا. ممكن ناخد تفاصيل اكتر عن ازاي نرسم البندنج مومنت لو انتم حبيتم خبروني، بس ونقدر ناخد حاجات خاصه عن ازاي نرسم البندنج مومنت والشير فورس دايجرامز. ارجو لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك على اساس ان هو بيوصل لعدد اكبر من الناس، اعملوا له شير مع زمايلكم، واضغطوا على التنبيهات على اساس انه لو في اي حاجه جديده بتنزل تجيلكم نوتيفيكيشن بيها على طول، ومنتظر تعليقاتكم منتظر ارائكم بحيث ان انا اشوف هل اقدر اكمل فيديوهات معاكم بالعربي لو في تفاعل جيد، او اخليني بس فيديوهات انجليزي. شكرا على المتابعه، وارجو ان انتم تكونوا استفدتم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.